السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 15 من يناير. سنبدأ الليلة باحتمالات الحرب. للأسف المنطقة كلما اقتربت من السلام إلا والتهب حريق هنا أو هناك. الآن طبعا هذا الموضوع الليلة هو في إطار الاحتمالات، وربما من تحدث يملك برهانا أو معلومة دقيقة. نتحدث عن إيران والمحتل الإسرائيلي في ضوء تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم في إطار تغريداته بالطبع. الرجل حذر من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج. الحديث يتعلق كما قلنا بهجوم إسرائيلي محتمل على إيران في ظل تعثر إحياء الاتفاق النووي. يعني واضح بأنه على الأقل وفق هذه التغريدات بأن إسرائيل هي من ستبادر بالقصف. من يدري، ربما أيضا إيران لديها خطة بالمبادرة إذا أدركت أن الطرف الآخر يعد لمهاجمتها. عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى في إيران يؤكد أن مقاتلات سوخوي 35 أحدث ما تمتلكه روسيا وأسلحة أخرى أيضا ستصل إلى إيران مطلع العام الإيراني المقبل، والذي يبدأ في 21 من مارس المقبل. إيران تستعد إذن، واحتمالات فشل العودة إلى الاتفاق وإحيائه واردة جدا. إيران والمحتل الإسرائيلي ابن جاسم يحذر من حرب ويقول بأن منطقة الخليج ستدفع الثمن. طهران تنتظر سوخوي 35، هل برأيكم المواجهة قادمة لا محالة خلال هذا العام؟ وإن حصلت فمن برأيكم سيبادر بالهجوم؟ وطبعا ما تداعيات حرب من هذا القبيل بين القوة الإيرانية وقوة الاحتلال أيضا لا يستهان بها، ما تداعياتها على منطقة الخليج؟ هذا موضوع ساعتنا الأولى. الساعة الثانية سنستمر الليلة مع تونس، لأن هناك مناوشات ليلية بين محتجين وقوات الأمن في مناطق متفرقة من تونس، لعل بينها القصرين وبن زرد وحي التضامن أيضا بالعاصمة. الداخلية تتهم أطرافا لم تسمها بالتحريض على الشغب، أنباء عن اعتقالات أيضا في صفوف الشبان. لماذا الداخلية وسلطة الانقلاب يعني تدور في حلقة الاتهامات والتخوين؟ يا أخي بحث لك عن حل، يقول مغردون ومتفاعلون على صفحات التواصل، بدل الاتهامات ابحث عن حل يا رجل. زعيم حزب العمال حمى الهمامي يقول إن مصير قيس سعيد هو الهروب إلى الخارج أو السجن، لا خيار ثالث. شهر يناير بدأ ساخنا، فإلى أين سينتهي يا ترى؟ تونس إذن احتجاجات ليلية، والداخلية تتهم أطرافا بالتحريض. لماذا سلطة الانقلاب تتمسك بخطاب الاتهام والتخوين بدل البحث عن معالجات وحلول كما يتساءل كثيرون؟ هل نحن أمام غياب للرؤية والحكمة والدوران في حلقة مفرغة؟ كل هذا سنتناوله في الساعة الثانية، لكن دعونا نبدأ من إيران والمحتل الإسرائيلي في ضوء تغريدات المسؤول القطري السابق. هل الحرب واردة جدا؟ أهلا بكم. أطلق رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم الثاني تحذيرات من عمل عسكري قد يهز منطقة الخليج في ظل تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني. قال إنه ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة. وقال ابن جاسم في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: بات الوضع في منطقتنا الخليجية محفوفا بالمخاطر، ويستدعي من الجميع الانتباه الدائم تحسبا لأي احتمالات. فالغرب بقيادة الولايات المتحدة لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق يعيد الاتفاق النووي مع إيران إلى الحياة كما قال.
لم يستبعد الوزير القطري السابق في تغريداته أن تبادر إسرائيل بتنفيذ عمل عسكري قد يهز الأمن والاستقرار في المنطقة وستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة كما قال، مضيفا أنه إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق نووي جديد مع إيران وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سلاح سيكون هناك عمل عسكري قد يهز الأمن والاستقرار في المنطقة وستكون له العديد من العواقب أهمها العواقب الاقتصادية والسياسية. وقال إنه كان متفائلا باحتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الغربية المعنية بأزمة الملف النووي، مضيفا أنه أصبح أقل تفاؤلا على ضوء تعثر جهود إنعاش الاتفاق النووي للعام 2015. ودعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الدول الخليجية إلى أن تتحرك باتجاه إقناع واشنطن بخطورة أي تصعيد عسكري وضرورة معالجة المشاكل القائمة معالجة سلمية، لأننا سنكون أول الخاسرين على حد قوله. تأتي تحذيرات الشيخ حمد بن جاسم وسط جمود في مفاوضات فيينا النووية بفعل اشتراطات إيرانية وأخرى أمريكية واضطرابات جيوسياسية خطيرة مع تحول الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مواجهة مفتوحة بين موسكو والغرب. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اعتبر حين سئل عن مآل مفاوضات فيينا النووية أن الاتفاق النووي في حكم الميت، لكنه رفض في الوقت ذاته نعيه، بينما أصبح تركيز الإدارة الأمريكية موجه أكثر نحو دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا والتصدي للنفوذ الصيني. على الجبهة المقابلة تستعد إيران على ما يبدو للتصعيد عسكري محتمل في حال فشل إعادة إنعاش جهود إحياء الاتفاق النووي، بينما سبق لكبار قادة الحرس الثوري الإيراني أن حذروا إسرائيل من مغبة أي مغامرة عسكرية. أعلن طهران أنها ستحصل قريبا على أسلحة طلبتها من روسيا تشمل أنظمة دفاع جوي، صواريخ، مروحيات وطائرات حربية ومنظومات صاروخية ومدفعية ودبابات وغيرها. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية شهريار حيدري قوله أن طهران ستتسلم مقاتلات سوخوي 35 الروسية في مارس المقبل، فترة قريبة جدا. كانت إيران قد طلبتها من موسكو. بحسب الحيدري فإن بلاده طلبت من موسكو أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والمروحيات والطائرات الحربية والمنظومات الصاروخية والمدفعية والدبابات، يعني كم هائل من الأسلحة، ما يوحي بأن إيران أيضا تدرك بأن شيئا ما ربما قد يحصل، مضيفا أن هذه الأسلحة بمعظمها ستصل إلى إيران قريبا. كيف يبدو لكم المشهد إذن في ظل تحذيرات المسؤول القطري السابق وأيضا الاستعداد الإيراني الواضح؟ رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم يحذر من عمل عسكري محتمل كما قلنا قد يهز منطقة الخليج. الحديث يتعلق بهجوم إسرائيلي محتمل على إيران في ظل تعثر إحياء الاتفاق النووي. إيران ذكرنا بأنها ستتسلم قريبا مقاتلات سوخوي 35 وأسلحة أخرى متطورة. ركزوا معي في هذه النقطة، المسؤول القطري السابق هو ليس إنسان عادي، مش محلل، بالتأكيد له مصادره وله علاقاته، وهذا الحديث ليس مجرد تحليل أو مخاوف كما يرجح البعض. طبعا هل المواجهة قريبة برأيكم؟ وإن حصلت تحت سطر طبعا، فمن برأيكم سيبادر بالهجوم؟ ثم وهذا ما يعني ربما المنطقة العربية والخليجية تحديدا، ما هي التداعيات على الخليج العربي؟ لأن حرب مثل هذا ستكون مدمرة فعلا. طيب سنعود للجمهور بعد قليل، طبعا بإمكانكم كل واحد يعد المداخلة حتى نستفيد جميعا، ولكن دعوني أبدأ بضيفنا الأول في هذه الساعة الدكتور إبراهيم خطيب أستاذ العلوم السياسية وحل النزاعات من الدوحة. دكتور الخطيب مساء الخير ونشكرك الانضمام إلينا في هذه الساعة. إذن تحذيرات خطيرة الحقيقة من السيد حمد بن جاسم الثاني، طيب التحذيرات هذه برأيك هي مخاوف أم مبنية على معطيات ما إذا عندك علم؟ أستاذ صالح ولجميع المشاهدين،
أعتقد أن التصريحات هذه جزء منها مخاوف وجزء منها مرتبط بسياسات، ونحن نعرف أن رئيس الوزراء القطري السابق هو شخصية كذلك له علاقات دولية واتصالات دولية، ولكن يعني كما نعلم ويعلم الجميع أن هناك ظروفا موضوعية تحدد فيما إذا كانت الدول ستقدم على حروب أم أنها لن تقدم على هذه الحروب وستضطر إلى التوجه إلى خيارات أخرى، ويبدو أن هذه الظروف كلها يعني قائمة في سياق الصراع مع إيران سياق الحرب على إيران. نحن نتحدث عن ثلاثة أمور أساسية. أولا أن حرب من هذا النوع هي حرب مدمرة، وسيخشى الطرفان أن تجر هذه الحرب إلى حالة تدمير متبادل في منطقة الشرق الأوسط، أتحدث هنا عن إيران وعن دول الخليج العربي وعن تبعات لهذه الحرب على السلطات الإسرائيلية وعلى المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي هذا هاجس أساسي يؤرق الإسرائيليين والدول الخليجية الأخرى. ناهيك عن أن حرب من هذا النوع بحاجة إلى دعم أساسي، دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في ظرف جدا صعب مرتبط بالحرب في أوكرانيا، ولا تريد أن تفتح جبهات إضافية إضافة للحرب على أوكرانيا. وبنفس السياق ومع التأكيد على هذا الجانب، يجب أن لا نغفل أن هناك تخوفات إسرائيلية وتخوفات أمريكية وتخوفات خارجية من تطور البرنامج النووي الإيراني، ولكن هذه المحاذير المرتبطة بأولويات الولايات المتحدة والتدمير الذي يمكن أن يجره هذه الحرب يمكن أن يثني الطرفان عن حرب من هذا النوع. طيب. والعامل الثالث بالإضافة إلى العاملان الأولان الذي ذكرتهما هو العامل المرتبط بالتوجه نحو خيار سلمي والمفاوضات السلمية التي تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، توقفت منذ فترة، ولكن يبدو أن هذا الخيار، خيار التفاوض وخيار الحلول السلمية، يبدو هو الأرجح عند السياسيين الأمريكان في هذه اللحظة، مع أن هناك سياسة ضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية والشروط التي وضعتها طبعا الولايات المتحدة والأوروبيون وطبعا المؤسسة الدولية، اللجنة الدولية للسلاح النووي، وبالتالي هذه الشروط يعني يمكن أن يكون هذا التهديد بالحرب أحد وسائل الضغط على إيران للمضي في التوقيع على هذا الاتفاق النووي. هذا لا يعني بكل الأحوال أن إمكانية الحرب هي إمكانية يعني مستحيلة وغير ممكنة على الإطلاق، ولكن يبدو أن هذا خيار سيكون خيار صعب وخيار سيكون هو الخيار الأخير الذي يمكن أن تلجأه هذه الدول في توجهها نحو الحرب. السيد حمد بن جاسم دعا في هذه التغريدات الدول الخليجية إلى السعي مع الإدارة الأمريكية لمنع نشوب مثل هذه الحرب. إذا رأينا إلى يعني الفتيل الذي سيشعل مثل هذه الحرب هو الحقيقة الاتفاق النووي، هل المعطيات المتوفرة سيد خطيب الآن توحي بأن إحياء هذا الاتفاق الآن باتت صعبة للغاية برأيك؟ أن هناك عراقيل أمام إحياء الاتفاق النووي، جزء منها مرتبط بما وجدته المنظمة الدولية من بعض آثار لاستخدام مواد مرتبطة بالسلاح النووي في بعض المنشآت الإيرانية وعدم تعاون إيران في هذا الجانب، ولكن أعتقد أن حرص إيران على أن لا تنخرط في حرب مع وضعها الاقتصادي الصعب، مع الاحتجاجات التي تعيشها إيران في هذه اللحظات وضعف الجبهة الداخلية الإيرانية، ممكن أن يجر إيران إلى توجه أكثر براغماتي وباتجاه الحل إذا ما ازداد الضغط الدولي عليها في هذا الجانب. ما دام الضغط الدولي لم يزداد على إيران في هذا الجانب فإنها ستمضي قدما في سياساتها، ويبدو أن جزء من هذه السياسات مرتبطة بتخويف إيران وتحذيرها من حرب محتملة عليها لثنيها عن يعني المضي قدما في برنامجها النووي والانصياع إلى المطالب التي وضعتها الولايات المتحدة والأوروبيون في هذا السياق. وكل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك محاولة لا يمكن التهاون بها من إسرائيل ومن نتنياهو بشكل أساسي، وهو الذي يعني أشار في خطابه الأساسي الذي كان قبل عدة أيام إلى المخاوف المرتبطة بإيران وإلى وضع على خطر إيران على سلم أولويات إسرائيل في هذه المرحلة. ونعلم أن خطاب نتنياهو الذي كان قبل عدة أيام كذلك في خطابه للإيباك، اليهود، منظمة اليهود الأمريكان في الولايات المتحدة، أشارت إلى ذلك الخطر.
قطر وإلى حاجة تنظيم الصفوف بين الأمريكان والإسرائيليين في اتجاه التصدي للخطر الإيراني. طبعا نحن دعنا أن نكون مدركين أن الولايات المتحدة لن تكون بهذه يعني الدافعية للتوجه إلى حرب والانجرار خلف المطالب الإسرائيلية إلا إذا شعرت أن الحرب هي خيار ممكن ووحيد يمكن من خلاله تحقيق مطامح الولايات المتحدة. ويبدو أن هذا الأمر يعني ليس بهذه السهولة، خصوصا أن الديمقراطيون بشكل أو بآخر لا يفضلون اللجوء إلى حروب من هذا النوع، ويفضلون الوسائل الدبلوماسية على توجهات نحو الحرب لخسائرها. نحن نعلم أن هناك خسائر مرتبطة بالوضع الاقتصادي كذلك في الولايات المتحدة، بالوضع الاقتصادي الصعب، حالة التضخم، حالة غلاء المعيشة، وحرب إضافية في المنطقة ستجر إلى غلاء إضافي، إلى حالة اقتصادية صعبة، إلى حالة ركود اقتصادي، وهذا شيء يعني يضر بالاقتصاد العالمي وخصوصا في الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. وبنفس الوقت لا يمكن أن ننسى أن إيران هي الآن يعني تصعد من تعاونها وتزيد من تعاونها مع روسيا وتدعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مما يجعل الولايات المتحدة تفكر بعقوبات إضافية تجاه إيران تمنعها من دعم روسيا في حربها في أوكرانيا. على ذكر التعاون الروسي الإيراني، إيران أعلنت بأنها ستحصل على أسلحة بينها سوخوي 35 مع حلول مارس المقبل. واضح أيضا هذا الاستعداد الإيراني الحقيقة والطلب أيضا طلب الأسلحة المتطورة من روسيا لا يعدو يعني مجرد رغبة في التسليح يعني. والوضع الاقتصادي الإيراني ليس في 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 حالة أيضا تسمح بذلك، لكن واضح أن إيران أيضا تتخوف من مواجهة محتملة. لو أردنا أن نبحث على المصلحة، الحروب لا توجد فيها عادة مصالح لكل من يخوضها، ولكن ألا ترى أن هناك مصلحة ربما إسرائيلية لوقف هذا المشروع النووي الإيراني مهما كان الثمن، خصوصا ونحن نرى الآن حكومة يمينية في غاية التطرف تقود تل أبيب؟ يعني أعتقد أن الجملة الأساسية التي ذكرتها في سياق حديثك ولو بأي ثمن، ولا أعتقد أن ولو بأي ثمن يعني قائمة في سياق الحسابات التي يمكن أن تفكر فيها أي دولة عقلانية أو أي سلطة عقلانية في العالم. يعني الثمن الباهظ الذي يمكن أن يكون من وراء هذه الحرب يمكن أن يكون تبعاته أكبر على إسرائيل من حالة اتفاق نووي مع إيران، اتفاق حول الملف النووي مع إيران. وبالتالي إلا إذا أدركت إسرائيل أن هذا الاتفاق يعني سيجعل من إيران قوة نووية ولن يكبح جماح إيران من أن تحصل قنبلة نووية، وبالتالي سيكون هناك هذه الموازنة بأن الثمن المدفوع من خلال خوض حرب في هذا التوقيت هو يعني أقل ثمنا من أن تكون إيران مع سلاح نووي بعد سنوات. وبالتالي أعتقد أن التوجه الإسرائيلي، ويبدو أن نتنياهو يسير بهذا التوجه، أن الاتفاقات النووية السابقة التي كانت لم تكن يعني اتفاقيات ذات جد ومنعت إيران من التقدم في سلاحها النووي وخصوصا في التوجه نحو يعني صنع قنبلة نووية، وهو يدرك أن اتفاق كالذي كان لا يمكن أن يكون مفيدا لإسرائيل. طبعا أعتقد كذلك أن نتنياهو في سياق تأكيده على الملف الإيراني هو يستفيد من هذا التأكيد على الملف الإيراني في سبيل تخويف المنطقة الخليج العربي والعالم من إيران، ووضع الآن الصراع مع إيران على أنه هو الصراع المركزي في المنطقة، ووضع القضية الفلسطينية جانبا على حساب هاجس مشترك يجمعه مع الدول الخليجية في مسعى منه لتطبيع العلاقات، وكذلك هنا نتحدث عن العلاقات مع السعودية التي أشار إليها نتنياهو. فيبدو أن ملف إيران كذلك يستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية لتحصيل بعض المكاسب الدبلوماسية والسياسية في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية. طبعا نحن ندرك ويدرك الجميع أن إسرائيل تحصل على دعم كامل من الولايات المتحدة ولا يمكن أن تتخلى عنها الولايات المتحدة بأي حال، ويبدو أن الولايات المتحدة إذا ما شعرت أن هناك تهديد جدي على إسرائيل لن تقف جانبا في هذا السياق. ويبدو أن الولايات المتحدة تدرك أن هذا الشيء يعني حتى الآن غير قائم، واتفاقيات اتفاق مع إيران يمكن أن يكون في هذه المرحلة يعني هو الحل الأمثل مقابل حرب ممكن أن تمتد وحرب ممكن أن تكون يعني مدمرة لمنطقة الشرق الأوسط. هو الحقيقة، وهنا أختم معك سيد خطيب، يعني لا نريد أن نكون متشائمين جدا، والمنطقة ربما شبعت حروبا، ولكن يعني البحث في هكذا سيناريو
الحقيقة يبدو مرعب للغاية، لأنه أي حرب يبدو بين تل أبيب وطهران قد لا لا لا, لا تبقى محصورة. ربما الأرجح هذا طبعا سيكون حزب الله طرف، ستكون أيضا بعض المجموعات المسلحة في العراق طرف، ربما المقاومة الفلسطينية تدخل على الخط، وكذلك الحوثيون. إذن المنطقة حتما ستلتهب. سؤالي والذي أود أن أختم به معك، لو تخيلنا أن هكذا سيناريو قد يحصل، لأن في النهاية الحروب قد تندلع في, 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 في لمحة بصر، ما هي المخاطر الحقيقية التي يتحدث عنها السيد وزير الخارجية السابق القطري؟ لماذا ستكون مدمرة على دول الخليج؟ ماذا يعني بالضبط برأيك؟ يعني أعتقد أن كما ذكرت أن الحرب ممكن أن تكون في تداعيات بسيطة هنا وهناك، ويعني حرب عالمية قامت بسبب اغتيال هنا وهناك وقضية هنا وهناك، وبالتالي ممكن أن تندلع شرارة هكذا حرب في أي فترة زمنية وأي حدث عارض ممكن أن يكون. قبل الإجابة عن سؤالك سأشير إلى إشارة بسيطة، لأن إسرائيل ستسعى إلى محاولة يعني النيل من ملف إيران النووي، ومحاولة منع إيران من التقدم في هذا الملف من خلال يعني أدوات أخرى، وهي ملف الاغتيالات، ملف الضربات المركزة، ملف بعض التفجيرات هنا وهناك، من دون الخوض بحرب مباشرة، لأن حرب مباشرة تدرك إسرائيل وتدرك إيران أنها ستكون مدمرة كما ذكرت. وهنا أشير إلى ما سألته حول ملامح التدمير الممكن في هكذا حرب، لأن نحن نتحدث عن ثلاثة ملامح أساسية. الملمح الأول مرتبط بطبعا ملف الاقتصادي، هناك سيكون تدمير للوضع الاقتصادي في منطقة الخليج العربي، هناك سيكون هناك ضربات إلى بعض ممكن مصافي النفط والمرافق الاقتصادية في المنطقة على غرار ما حدث في حروب سابقة. الأمر الثاني هو سياسي، أن هذه الحرب ممكن أن تثير حالة من التغيرات السياسية في المنطقة. دعنا لا ننسى أن هناك ملفات مفتوحة، جزء منها ذا بعد طائفي في السعودية وفي اليمن وفي غيرها من الدول التي يمكن أن تشكل حالة حرب مثل هذه دافعا لانطلاق هذه الصراعات في منطقة الخليج العربي. ونهيك عن الوضع السياسي العام الذي يمكن أن يترجم يعني تغيرات في أنظمة الحكم بسبب الضربات الإيرانية والتي يمكن أن تقوم بها تجاه دول الخليج. وطبعا هذا لا يعني أن ذلك حتمي، لأن هناك دفاعات أمريكية موجودة في دول الخليج، وهناك طبعا دور أمريكي لا يمكن التغاضي عنه لحماية دول الخليج في هذا السياق. وناهيك عن أن لا يمكن أن نتناسى أن هناك قوة عسكرية وإن كانت محدودة في دول الخليج مرتبطة بقوة للسعودية وأسلحة يعني متقدمة إيران السعودية حصلت عليها وستسعى للحصول عليها في الفترة القادمة إذا ما كانت توجه نحو الحرب. الأمر الثالث الذي سيكون مدمرا على المنطقة هو أن هذه الحروب لن تكون مقتصرة على منطقة جغرافية واحدة، هي ستتوسع وستنال من مناطق مختلفة وستعيد خلط الأوراق من جديد في منطقة الشرق الأوسط، وهذا سيؤثر على مجمل العالم اقتصاديا وسياسيا وإعادة صياغة التحالفات الدولية. الدكتور إبراهيم خطيب، أستاذ العلوم السياسية وحل النزاعات من الدوحة، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه النقاط، وبها نفتح الحوار مع جمهورنا الكريم. للإضافة ربما والتعليق نبدأ بصالح من فرنسا. مساء الخير صالح، تفضل. مساء الخير. ماذا بي تمنحني شوية وقت سي صالح، لأن العملية شوية كومبليكي هكا معقدة. أنا نقولها المرة، ممكن ثم حرب ما بين الاتحاد الأوروبي، يشارك فيها الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكن لن تطول هذه الحرب، لأن الملف الإيراني الآن هذا. ألو، نسمع فيك، تفضل. هذا الملف معقد. عندما كانت إيران تعمل تحت مراقبة وكالة الطاقة النووية، إيران كانت تعمل على بوك دي اس سي، وهذا البوك يسمح لها بتخصيب اليورانيوم على الأرصاد الثلاثة. اليوم أصبحت إيران تلعب على الدي سي اس، والدي سي اس هذا هو ديمونسيون سوبيريور، يعمل على تخصيب ثلاثة أنواع من اليورانيوم، اليورانيوم، التورانيوم، الإيفيرانيوم. والدي سي اس
الأربعة. كانت إيران قبل أن تلغى المعاهدة عندها 1850 طرد مركزي. اليوم إيران تعمل يوميا على 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 الدي سي اس. الدي سي اس هذا مكنها في الست سنوات هذه الفارطة أن تصل على مقربة كبيرة من صناعة القنبلة النووية. حاولوا هما في 2019 أن يرسلوا دي فيروس على الرياكتور سنترال دو سنترال نيكليير إيرانيان على ثلاثة مواقع، لكن لم يفلحوا في هذا. طيب صالح، حتى لا نغرق في هذه التفاصيل لأنه الجمهور غير مختص، طبعا أنت خبير في بعض المسائل العسكرية، لكن هذا برأيك، هذه المعلومات التي أفدتنا بها الآن، هي جانب ربما من عوامل الدفع بالنسبة لتل أبيب لخوض هكذا غمار حرب؟ هذا اللي نحدث فيك عليه، لأن هذا هو الجانب الوحيد، لأن الآن إيران أصبحت قاب قوسين أو أدنى على 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 القنبلة النووية. وأنا نأكد ونعاود نأكد، وتفضل إذا كان حبيت نعطيك معلومات، أنا نعمل حتى مع الوكالة تنجم تعرف أن إيران الآن لديها القنبلة النووية، لديها رؤوس نووية كثيرة من الأسلحة البيولوجية والأسلحة النووية واللي راديو أكتيف. طيب ما مصلحة إذن لو سلمنا بما تقول، لأنه هذا كلام مهم، لو سلمنا أن إيران بالفعل وصلت إلى القنبلة النووية، ماذا يفيد دولة الاحتلال الآن إن هاجمت؟ خلاص يعني حصلت إيران القنبلة النووية وانتهى الأمر، قد يقول قائل. لا سي صالح، مش الامر نتاعهم، هم يحبوا يضربوا الرياكتور سنترال، تعرف في المحولات الرئيسيه هذه. نعم نعم، في المفاعل النووية إذا تضرب أنت الرياكتور سنترال ويدخل الهواء، لأن الاصطدام نتاع الهواء الخارجي نعم لا، لأن إذا اصطدم الهواء الخارجي بالليبيسين متاع الماء الثقيل تنفجر، يقع انفجار كبير في المنطقة. حاولوا هم المرار والتكرار، ما فلحوش في هذا. إسرائيل ليست لديها الآن إلا ضرب الرياكتور سنترال نتاع النيكليير إيرانيين، سينو ما عندهم حتى ربع حل. وأنا لا أظن أن أمريكا تتورط في هذه العملية، ولديها قوات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. طيب كثيرون يتوقعون دائما أن تل أبيب قد تغامر منفردة وتقوم بهكذا هجوم، لكن الحقيقة هي تدرك المخاطر لأن إيران ليست دولة هينة أيضا. أختم معك بسؤال، ويريد في ربع دقيقة لو تكرمت سيد صالح، ما مصلحة أو ماذا ستضيف طائرة سوخوي 35 ومعها هذه الأسلحة التي يقال أن إيران ستحصل عليها بحلول مارس من روسيا، ماذا ستضيف للقوة الإيرانية؟ سي صالح، أنا مش أقول لك، مش نعطيك ماذا تضيف، وأنا عامل في هذا المجال. هذا مش مثلا السوخاي 35 لديها صواريخ لضرب الأقمار الصناعية. إذا إيران تحصلت على هذه الطائرة وتحصلت على الصواريخ لاركيوبيف دومبريتايفر الموجودة في روسيا، تقضي على كل الأقمار الصناعية التجسسية لإسرائيل في المنطقة، وهذا يعطيها إفادة كبيرة ياسر على ضرب المضادات للباتريوت الإسرائيلية، ويعطيها تقدم كبير وكبير جدا في المنطقة، لأن الحرب إذا بدأت بين إيران وإسرائيل ستبدأ إيران بضرب الأقمار الصناعية الإسرائيلية، وهذا عامل كبير ونجاح متقدم كبير جدا لإيران على المنطقة. سي صالح بالله من فضلك، إلى تسمح لي في ثانية برك. تفضل. أنا كنت مرة حللت، أعطيت معناها العوائق اللي تعيق الطائرة 35 السؤال الاف 35 والاف 16 الأمريكانية، ما عطيتش حلول. أنا ما قلتش راهو تنجم تطلع من السعودية أقرب ولا من البحرين، أو قلت يزودوها بالكوريزان في السماء، لأن الكوريزان في السماء عندما تزود يلزمك تغلق المجال الجوي. معناها كل
كل الم... السيركيلاسيون الترافيك ايريان كلها يلزم تتسكر. هذا من ناحيه. المجال من الجوي ناحية نعم، فالمجال الجوي يلزم يغلق تماما نتاع الدول. ثم للحق الحق الإيران أن تقصف هذه الدولة اللي خرجت منها الطائرة أو تزودت في سماها طائرات إسرائيلية لضرب إيران. الحاجة الثالثة والأخيرة سي صالح، أنا سمعت الشخص يقول من الوزارة الأمريكية هناك طائرة أمريكية ستضرب مفاعل المفاعل الإيراني في أبو شهر. أنا من الوزارة أنا عملت يمكن 90-95 مرة أمريكا إيران، من الوزارة حتى الإيران الأول شبر في الأراضي الإيرانية هي 7509 مايس، ما يعمل 11500 كيلو متر. هل توجد طائرة حاليا في الدول العربية أو الأمريكان أو الإسرائيل طيب تقطع هذه المسافة؟ لا شكرا يوجد لك. إطلاقا وشكرا لك. شكرا لك، ويريد تختصر المرة القادمة أستاذ صالح. نعرف أنه المعلومات التي لديك ربما تهمنا وتهم المعنيين، ولكن حتى نعطي فرصة لآخرين. انضم إلينا الآن ضيفنا الثاني سعود الجمهور، الدكتور علي الرضا الحسيني، إعلامي وخبير بالشؤون الإيرانية من طهران. سيد الحسيني مساء الخير. لعلكم تابعتم هذه التحذيرات من وزير الخارجية القطري السابق، يحذر من أن ربما حرب قد تندلع في المنطقة وتحديدا بين إيران والمحتل الإسرائيلي، ويحذر دول الخليج بأنها قد تكون الخاسر الأكبر. كيف يبدو التعاطي مع هكذا تحذيرات هناك في إيران، وربما إيران لديها معلومات أخرى في هذا الباب؟ مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا. طبعا الوزير الخارجية القطري السابق هو يتحدث يعني من وجهة نظري الشخصية، وهو أصبح خارج الخدمة وعلى ما يبدو ليس مطلعا كافة، ولا توجد لديه كافة المعلومات حول الاستعدادات الإيرانية وحتى حول الوضع الداخلي الإسرائيلي. فإسرائيل لو كانت تستطيع أن تهاجم إيران لكانت هاجمتها، ولم تترك الولايات المتحدة الأمريكية ولم تحرض الولايات المتحدة الأمريكية للهجوم على إيران فقط. فإيران عندها استعدادات كاملة في تأمين مظلة دفاع جوية عن كافة الأراضي الإيرانية، وفي حال تخطت أي طائرة من الطائرات ولو شبر واحد باتجاه الأراضي الإيرانية أو الأجواء الإيرانية سوف تتصدى لها الصواريخ. طيب هنا أستوقفك سيد الحسين، اسمح لي. إذن أنت تقول إيران محمية، إذا كانت إيران محمية لماذا إيران تريد الحصول على منظومات روسية جديدة في مارس المقبل وطائرات سوخوي وأسلحة وكذا؟ يعني لو كان، نفترض طبعا مجرد فرضية، لو كان الهجوم الإسرائيلي قبل مارس المقبل، إيران ستكون بدون السوخوي وبدون المنظومة الروسية، وبالتالي ربما يكون الأمر مختلف إذن في هذه الحالة. طيب هناك أشقين للجواب على ما تفضلتم به. الشق الأول هو أن كما تذكرون بأن إسرائيل لم تقم باغتيال الجنرال قاسم سليماني، إنما أعطت أو أوكلت المهمة إلى الأمريكان لأنها تخشى من ردة فعل القاسية الإيرانية. عندما ضربت إيران عين الأسد، فإن الولايات المتحدة الأمريكية بزمن ترامب الأرعن وزمن نتنياهو أيضاً لم ترد ولم يرد ترامب ولا الولايات المتحدة الأمريكية على ضربة عين الأسد. عندما دخلت طائرة الاستطلاع أو طائرة التجسس الأمريكية وحاولت الاختراق المجال الجوي الإيراني، فتصدت لها الدفاعات الجوية الإيرانية، وكانت مفاجأة للأمريكان وحتى للإسرائيليين على مدى قدرة ونجاعة الدفاعات الجوية الإيرانية عندما تم إسقاطها بالطائرة الباهظة الثمن. أما بالنسبة لموضوع التسلح والتقوية والاستجلاب الكثير من الخبرات الروسية وحتى المعدات الروسية، فكما تعرفون ونحن مسلمون، ويقول لنا القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم وعدو الله
والآن هذه الصور التي الآن يعني تنشرونها الآن لسماحة السيد القائد الخامنئي، وترون خلفه الكلمات، وهذه الكلمات هي يتم انتقائها بشكل مدروس: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. طيب، فالإيرانيون يرابطون، وهذه المعدات وهذه السوخوي هي عبارة عن تقوية البنية الدفاعية والعسكرية. طيب دعني أسألك سيد الحسيني، هناك سؤال أنا طرحته على ضيوف إيرانيين سابقين وأكرره الآن معك. طيب دعنا دائما، لأنه في مثل هذه الفرضيات دائما يفترض أن تطرح الفرضية الأسوأ حتى المعنيين، طبعا كل واحد أيضا يستعد من جانبه، إيران من مصلحتها الآن أن تستعد وتعد نفسها. لكن الأرجح على الأقل وفق تحذيرات السيد المسؤول القطري السابق أو حتى من خلال تصريحات الإيرانيين بأن إيران لن تكون المبادرة بالهجوم وبالحرب، إذن على الأرجح بأن المحتل الإسرائيلي هو سيبادر بالهجوم. لو فرضنا ذلك حصل فعلا وبادرت إسرائيل بالهجوم، ما الذي يضمن لكم أن هذا الهجوم الإسرائيلي لا يكون هجوم كاسر ماحق لا يسمح للقدرات الإيرانية بعدها أن تقف على قدميها؟ ما الذي يضمن لكم ذلك؟ الذي يضمن بأن إيران تستطيع الدفاع عن نفسها وتستطيع التصدي للكيان الصهيوني وأي حماقة منه، هو أن الإيرانيون يعتمدون ويثقون بقدراتهم العسكرية، وهم يطورون وهم يوطنون الخبرات العسكرية التي لديهم، وكل هذه الفقاعات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد إيران وترهيب إعلاميا لإيران لا تجدي نفعا. فالكيان الصهيوني بالنسبة للإيرانيين هو عبارة عن نمر من كرتون، فلو أراد فكما قال العديد من الإيرانيين فليتفضل يهاجم وينتظر الرد. إذا كانت إسرائيل تعتقد بأنها قوية وأنها جاهزة والناس تريد أن تضرب، فأهلا وسهلا، فتأتي وتضرب وننهي المواضيع وننهي أيضا إسرائيل من الوجود. كما قال الضيف من فرنسا عندما قال بأن المفاعل النووي في دومونا هو عبارة عن قنبلة نووية موضوعة في فلسطين المحتلة، وأي صاروخ إيراني يستطيع أن يصل إليها. الإيرانيون جربوا والإسرائيليون يعرفون بأن الإيرانيون كانوا أرسلوا حسب يعني مصادر غربية أرسلوا طائرات، وحتى الإسرائيليين اعترفوا بهذا الشيء بأنهم أرسلوا طائرات بدون طيار إلى فلسطين المحتلة، وكانت عبارة عن جس النبض للصهاينة والجيش الإسرائيلي، وهناك مفاجآت كبيرة جدا كما حصل في عملية القدس الأخيرة. يعني الإيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة للجهاز الحماية للشخصيات الهامة في الكيان الصهيوني. طيب، فالاحتمال يكون واقعي عندما تكون معطيات حقيقية. فالآن الكيان الصهيوني هو متضادع، ولكن وهو يعد نفسه لأي سيناريو، والإيرانيون أيضا جاهزون ويعدون أنفسهم لأي سيناريو مع الكيان الصهيوني وحتى مع الدول التي تحتضن أو التي ستساعد الكيان الصهيوني. وهنا سيد الحسيني أختم معك، ولكن لو سمحت في نصف دقيقة لأنه لدينا جمهور ينتظر. لو اشتعلت الحرب، ما هي الدول برأيك في المنطقة التي قد يطالها شرر الحرب هذا؟ أي دولة قادتها حمقى سوف تطالها النيران الإيرانية. الدكتور أي علي، أي دولة تقوم بمساعدة الكيان الصهيوني بمواجهة إيران؟ يعني بما فيها الدول التي لديها قواعد غربية إيرانية، ربما في أمريكية عفوا، أي قاعدة أمريكية أو إسرائيلية أو أي مطار عربي إسلامي يهودي زرادشتي تقوم منه طائرة أو تساعد أو تمد الكيان الصهيوني بأي مساعدة للهجوم على إيران سوف يتم إبادته من إيران، من إيران لإبادة لهذا الموقع
أو هذه الثكنة أو هذه القاعدة. لأجل ذلك على الدول العربية الشقيقة والإسلامية أن تبقى على حياد، هو أفضل لها وللمنطقة. ولكنني أنا أريد أن أطمئن الجميع، لا يوجد حرب وشيكة بين إيران وبين الكيان الصهيوني. شكرا لك الدكتور علي الرضا الحسيني الإعلامي والخبير بالشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. طيب عبد الله مساء الخير. عليكم دكتور ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. مع 70,000 خط تحت سيتم إبادتهم من المنطقة، سأعود إلي في آخر المداخلة. يبدو أن الدكتور علي الحسيني يعني لا يعرف من هو حمد بن جاسم. حمد بن جاسم وكيسنجر العرب، وهذه التصريحات ليست ارتجالية ولا اعتباطية. الملف الإيراني بالذات في هذا التوقيت يعني ليس الملف الإيراني ليس قصة طارئة في المنطقة. المختصر المفيد، ما هي مآلات هذه الحرب القادمة لا محالة على الأنظمة السياسية القادمة في المنطقة استراتيجيا وتداعياتها على كل المستويات وعلى المستوى العالمي؟ وهل ستنجر وهل ستكون هي بداية الحرب العالمية الثالثة لا الشيء الذي يقع في أوكرانيا حاليا، وما هو السيناريو المنتظر؟ ويعني كل هذه الأسئلة ما يهمنا فيه ما هي مآلاتنا على نحن الدول العربية المسلمة دول الخليج. على فكرة عبد الله، نعم سأعود إلى دول الخليج، ولكن ما دمت أشرت إلى هذه الحرب العالمية كما تسميها، ألا ترى بأن روسيا ربما ستحرض إيران على خوض هكذا مغامرة، لأنها في النهاية ستشغل أطراف غربية وتبعدها عن أوكرانيا، وهذه مصلحة روسية بامتياز، ألا ترى ذلك وارد أيضا؟ لا، روسيا والصين سيد صالح، روسيا والصين سيدفعان بالجميع إلى المحرقة. ما هو ما سيدفعون بالجميع إلى المحرقة لحساب من؟ يعني أنت عندما تقرأ تقارير استخباراتية إسرائيلية تؤكد بأن إيران تمتلك أقل شيء 4 قنابل نووية، وهو غير صحيح، لا تمتلكها، فقط هذا للتفخيم وللضخ الإعلامي ولإيجاد المبررات. شوف ضيفك الكريم جاء بزبدة الموضوع في الآخر، قال لك كل دولة يخرج منها أي صاروخ أو سنم حقها من الوجود. ما هو السيناريو؟ السيناريو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تفهمني بالإسقاط الديني في 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 حصة سياسية. هذه حقيقة أنت غير مجبر، أنت ومن يستمع إلى تحليلي بتصديقه، لكن فكروا فيه. يعني ما هو السيناريو من أجل عيون إسرائيل الكبرى؟ سيتم هناك ضربة قد تضرب إسرائيل إيران. إيران فيما بعد ستقول بأن الصواريخ خرجت من القواعد دول الخليج، وكالعادة الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، ولن يكون الموت لا لإسرائيل ولا ليكون لأمريكا. الانتقام والرد سيكون بسحق ومحق دول الخليج وإقحامها في آتون، حرب قاتلة مدمرة تأكل الجميع، يعني وتكون تلك الشعوب هي حشو لتلك المدافع، وتكون معناها أشلاءهم يعني بيد الإيران. وهذا يدخل فيما يسمى بسيناريو قبل أن تقوم إسرائيل الكبرى هلكة العرب، وفيه أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا قدر الله، احنا لا نتمنى هذا، احنا لسنا بغراب البين ولسنا بنذير الشؤم على قومنا، ولكن هذا هو ما سيقع. إيران هذا الجسم الصهيوني التي أنشأته الصهيونية العالمية في المنطقة مثله مثل إسرائيل، دوره هو سحق ومحق دول الخليج كما محقق. شكرا لك عبد الله، أشكرك. سيناريو مرعب على كل حال عرضه عبد الله، نأمل الله يحصل طبعا. أبو القعقاع مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ صالح. يا أهلا بيك أستاذ صالح. حلف لك 50 يمين، 50 يمين مشكلة، اللي حلفها مشكلة، كلامه صحيح إن إيران ما ترمي إسرائيل، وإسرائيل ممكن ترمي تقصف إسرائيل المصانع ممكن يقصف، طال عمرك يطالب بمحافظات 14 تحرير. إسرائيل ما تقدر تضرب إيران، شوف ولا لا، لأن حزب الله عندها وحماس عندها، ما تقدر إسرائيل لا تستطيع ضرب إيران، ما تقدر، بس تبي تطبيع مع دول مجلس التعاون الخليجية، هذا يزيد الصفة. وإيران ما هي برادة على إسرائيل، هذه من غير هرب كتل عند إسرائيل. شوف ولا الطالب بالمحافظة 14، أنت جهل كلامي هذا يا أستاذ صالح. البحرين طالب إيران، ولكن يا أبو القعقاع، طيب دعنا نفترض بأن نتنياهو هذه الحكومة المتطرفة دخل في مغامرة، والإسرائيليين لديهم مغامرات، يعني هم الذين دمروا المفاعل النووي العراقي، ودمروا أيضا ما يقال إنها بداية مشروع أيضا في سوريا، وربما أيضا
يحذرون لتدمير المفاعلات النووية الإيرانية. لو حصل مثل هذا، وجاوبني يا ريت في أقل من نصف دقيقة، إيران تهدد، إيران تهدد وتتوعد كل قاعدة أمريكية أو غربية تنطلق منها طائرة سيتم تدميرها، وأنتم في قطر لديكم قاعدة مهمة أمريكية. ما هي قواعدنا احنا في قطر، لا تقدر عليها. اقول ليش؟ علاقاتنا معها قويه مع ايران، هي بتروح للبحرين وممكن تروح لشمال المنطقة. طيب، ولكن عليكم ان تمنعوا الطائرات الامريكيه من الاقلاع من هناك لضرب ايران. ما يهمك، والله اقسم لك بالله انا ما تقلع، اقسم لك بالله انا ما تقلع الطائرات الامريكيه. اما اسرائيل فالله العظيم ما تقصف ايران، هذا الاصحاب يا استاذ صالح لا تسلم علي، نطلق اسرائيل طيقه، هي تبي الاستقرار اسرائيل يا استاذي العزيز. شكرا لك بالقعقاع. أبو القعقاع يقول بأن إسرائيل عاجزة على ضرب إيران. يوسف، مساء الخير من المغرب. السلام عليكم أخي صالح. يا أهلا بك يا أخي. إسرائيل عاجزة، عاجزة. إسرائيل ستدمر إيران في نصف ساعة، إيران ستدمرها في نصف ساعة. أما فيما يخص دول الخليج، فالمغرب مستعد بجيشه البري والبحري والجوي للدفاع عن الخليج. أما فيما إذا انتهت الحرب فستحكم الولايات المتحدة بإعطاء جميع تعويضات لدول الخليج وجميع تعويضات لإسرائيل في أي خسارة، وإسرائيل والولايات المتحدة هي التي ستنتصر، وسنجلب آنذاك 40,000 جندي مغربي من أصل مغربي في الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة مع دول الخليج في هذه الحرب. نحن مع دول الخليج ومع إسرائيل ضد هذا الشيطان الأكبر، هو إيران مفتت أمة الإسلامية والنظام الجزائري. يعني أنت يا يوسف، يا يوسف يا غالي، أنت مستعد تقف مع دولة الاحتلال ضد إيران؟ نعم، وأنا مستعد أن أقف، لأن إيران تهدد المغرب، تقول أنا والجزائر سنحتل الصحراء. أجي احتل الصحراء، إلى من ندمروا، سندمركم إحنا وإسرائيل في خمسة دقائق. والله العظيم سندمركم وننتقم من أطفال سوريا المساكين وشيوخ سوريا والنظام الأسد التي تدعمه إيران وتدعمه بجميع الوسائل وتشرد الأمة الإسلامية هي والنظام الجزائري، وتريد تفرقة أمة الإسلامية هي والنظام الجزائري. جميل، شكرا لك يوسف من المغرب، أشكرك. شكرا لك. الاتصالات من المغرب دائما حشر الجزائر في النص. طيب، على كل حال، لا أدري، على كل حال، دول الخليج بما لديها من أسلحة هل تحتاج مساعدة ربما من القوات المغربية؟ لا أدري. طبعا هذا كلام يطول. عزام، مساء الخير. أهلا لك الجميع. يا أهلا بيك. من زمان ما حكيتش معك. يا أهلا بيك، تفضل. الأخ يوسف بقول لك بتدمر إيران في خلال نص ساعة، وهم مستعدين يبعثوا جيش يحاربوا من أجل الخليج. طب هم بعثوا ضد الحوثيين، شو عملوا؟ ما قدروش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب يبعثوا جيش حرروا القدس يا جماعة الخير، ما بتدنس يوميا، ما هي الأقصى من يوميا بتدنس. لا، التحرير غير مطروح في هذه المرحلة على الأقل. ماشي. طب يا أخ صالح، نخش في الموضوع، الله يرضى عليك حبيبي. بالنسبة إذا بدأت هذه الحرب، إيران لن تكون هي البادئة، البادئة راح تكون العدو الصهيوني، والحكومة هاي الموجودة هي حكومة حرب. أنت شايف يوميا اغتيالات في الضفة الغربية واقتحامات، وهذا حتى الشعب الصهيوني الإسرائيلي هو ضد حكومته. فإذا بدأت إسرائيل، طبعا في أوكرانيا هون والعالم كله متلخبط، ولكن يا عزام، يعني أنا لا أتمنى لك أن تكون طبعا بدل نتنياهو الآن في مكانه، ولكن هذه الحكومة على تطرفها وإجرامها وصهيونيتها تدرك بأن أي مغامرة ضد إيران لها عواقبها الوخيمة، أليس كذلك؟ يا أخ صالح، من أجل نفسه هو، ما هو إجا حتى يعني لا يطارد، هو مطارد من الأول حتى ينفد من هذا كله، ولا لو تروح كلها ما بيسأل هو ولا اللي معه كلهم. هذول برضو مثل العرب بدور بس على الكراسي وبدور على المصالح. بس أنا بدي أوصل لشغلة يا أخ صالح. لو إسرائيل بدأت الحرب على إيران، أنت عارف يا أخ صالح، أقول لك بس شغلة واحدة،
10,000 صاروخ يوميا من إيران باتجاه العدو الصهيوني، 1,000 صاروخ من العراق، 1,000 صاروخ من لبنان، 1,000 صاروخ من غزة، حوالي 500 إلى 400 من اليمن، حوالي 13,000 صاروخ. هات لي جميع البطاريات العالم كلها تصد لي هذه الصواريخ كلها، مستحيل. طيب ما هو مصير، ما هو مصير كيان الاحتلال في هذه الحالة إذن؟ سامعني يا صالح؟ نعم سامعك. ما هو مصير إسرائيل في هذه الحالة؟ كبيرة، أما فلسطين محتلة صغيرة ومعروفين هم وين. كيف راح يكون تدمير كامل؟ يعني تدمير إذا ما كانش كامل راح يكون النص لهذا الكيان الصهيوني إذا بدأ الحرب. أما دول الخليج إذا بتعفيش معلومات ما بتطلعش من عندها كذا لا تضرر، اما تعطي معلومات ويطلع من عندها مخابرات واستخبارات وشغلات اسرائيل، طبعا كل دوله هيطلع من عندها شيء تدمر، راح تنضرب من إيران. وقادره ايران على ذلك؟ نعم قادره على ذلك. يا اخ صالح، ايران صار لها الان من 79 لحد الان بعد الحرب مع العراق 88 لما وقفت كلها تسليح في تسليح في تسليح، حتى سلاح اللي راح تجيبه في شهر 3 من روسيا اللي هو السخوي 35 وغيره والهاي، هذا كلها اضافه، اضافه لانه ليش اضافه؟ لانه شايفين العالم كله بعد حرب اوكرانيا عندك الصين مع تايوان، عندك كوريا مع كوريا الشماليه كوريا الجنوبيه، عند طب ايران الان بعدت لبنما عند مضيق بنما. انت شوف يعني وصل، هي راحة باتجاه امريكا. العالم يتجه بالتاكيد الى الاحتراق لا قدر الله. على كل حال ونامل انه يعني كل هذه السيناريوهات على كل حال ايران بعد السفن باتجاه بنما يعني عند امريكا. يعني رحله هناك رحله، فهنا الوضع هون متكهرب يا اخ صالح جدا. اما احنا العالم العربي اسفي على العالم العربي والاخ يوسف بقول لك الجزائر، دائما الجزائر في النص، دائما الجزائر، تحيه للجزائر وتحيه للجزائر وتحيه للجزائر. شكرا لك عزام، اشكرك. سأعود للاتصالات ولكن اريد ان اعطي فرصه ايضا للمشاركات عن طريق الواتساب وليسمحوا لي طبعا ظلمناهم اليوم. ام هيثم تقول الشيخ حمد بن جاسم لا ينطق عن الهواء، عنده معلومات يعني القصد، وهو يعي جدا ما يقول ويعلم يقينا بأن في حالة حصول المعركة بين إيران ودولة الاحتلال ستكون ساحة الصراع والخاسر الأكبر هي دول الخليج كما تقول أم هيثم. مصطفى من ليبيا يقول مبادرة اتحاد الشغل ليست لإنقاذ البلاد بل لإنقاذ رئيس غريق ولإنقاذ نظام يتنفس تحت الماء، يشير إلى تونس. طبعا موضوعنا في الساعة الثانية. شيماء من ألمانيا تقول كعادة دولة الاحتلال بالخداع، فالمتوقع أن تقوم هي بالهجوم المباغت وذلك لتثبيت نتنياهو ليثبت نتنياهو صدق وعوده لأنصاره الذين انتخبوه. ونأمل أن لا تبدأ إيران فقط بالتهديد والوعيد وأنها سترد في الزمان والمكان المناسبين. هو فعلا يعني قد تضرب دولة الاحتلال مثلا حتى ضربة بسيطة وإيران تمتنع عن الرد، حينها ماذا سيقال؟ يقول لك والله إيران تختار المكان والرد في المكان المناسب، لأنه اغتيل عدد من علمائها ولم ترد، وإن كان طبعا إيران تقول بأنها ردت ولكن بشكل سري، لا أدري لماذا، يعني شو الغاية في السرية. عبد العظيم من الأردن يقول لقد قلت في وقت سابق أن إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة وما زلت أكرر ذلك، أعلم أن هذا لا يعجب الكثيرين، يقول عبد العظيم من الأردن. طيب نحاول أن نختار بعض الرسائل. الصنهاجي يقول لا إيران تهاجم ولا إسرائيل تهاجم، لتعيش الدول العربية في رعب وتنسى قضية فلسطين. يعني مشاركتك الحقيقة غير واضحة يا صنهاجي. الحاج رضوان يقول الحرب في الخليج قادمة لا محالة والمسألة مسألة وقت لا أكثر. يا جماعة يعني وفق هذا الذي نتابعه الآن قد يكون عام 2023 بالفعل عام حرب كبيرة في المنطقة. نأمل السلامة ونأمل أن لا يحصل ذلك، هذا ما نأمله. الهاشمي من السعودية يقول إيران وإسرائيل كلاهما يحتل أراضي عربية يشكلون خطر وجودي على الدول العربية، فلذلك لن أكون متأسف لنشوب حرب بينهما لأنه سيصب في مصلحة العرب الذين هم دعاة للسلام. لك أن تشمت طبعا في هذا الكيان أو تلك البلد أو لا أدري، لكن وزير الخارجية القطري السابق يقول لك إذا صارت الحرب سنكون نحن الخاسرون الأكبر يا عزيزي، يعني دول الخليج مش راح تبقى مرتاحة، وهذا هو المشكل يا هاشمي. يعني أنت تتصور يعني تظلوا أنتم تتفرجوا يعني فقط تتابعوا في الصواريخ طالعة من هنا وهناك.
زيد من الأردن يقول: باعتقادي لن تحدث حرب ما بين إيران وأمريكا والصهاينة، فلن تفرط أمريكا بالخنجر الإيراني المسموم الذي فتت المنطقة واحتل 4 دول عربية. أنا أختصر طبعا لضيق الوقت، واعذروني في ذلك. عبد العالي من المغرب يقول: إيران الصفوية الطائفية، هكذا رأيه طبعا، إذا اشترت طائرات سخوي الروسية أو حصلت على قنبلة نووية فهي لم توجهها إلى إسرائيل ولم تحاربها، فهي تحارب العرب والمسلمين، هكذا يقول عبد العالي. طبعا كثيرة هي الرسائل، ولكن أكتفي بهذا القدر الحقيقة. أشكر خالد من المغرب، عزيز من المغرب أيضا، أبو سعد من المغرب، بن ريش الحبيب من المغرب، وآخرين كثر، أشكركم فردا فردا، ولكن اعذروني أدركنا الوقت، واعتذر أيضا من بقي معنا على الخطوط، محسن من المغرب وآخرين، أدركنا الوقت بالفعل. نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري، ثم لنا عودة لمتابعة المشهد التونسي، فلا تذهبوا بعيدا. مباشرة على اليوتيوب على مدار الساعة، من هاتفك النقال يمكنك بسهولة الوصول إلينا. أبدأ هذا الموجز من فلسطين المحتلة. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق رام الله، وقطعان المستوطنين يواصلون هوايتهم القذرة في اقتحامات الأقصى. أقصى العرب والمسلمين يقتحم يوميا، ولا أحد يستطيع أن يعطي بيان قوي لرؤساء العالم حتى يضعهم أمام التزاماته. استشهد فلسطيني صباح اليوم بعد إصابته بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال. الدم الفلسطيني لاحظوا يسيل بشكل شبه يومي، وكأنه أرواح الفلسطينيين لا شيء. بعض الزعماء العرب عندهم شنب وهي ما تسوى قرش. طيب، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أحمد حسن عبد الجليل كحلة في 45 برصاص الاحتلال الحي في العنق بنية القتل إذن، قرب بلدة سلواد شرق رام الله. في القدس جدد قطعان المستوطنين اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى. دائرة الأوقاف الإسلامية قالت إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة وتحت حماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. إلى السعودية الآن، النيابة تطالب بإعدام الداعية عوض القرني. وصل الإعدام إلى الدعاة والشيوخ، ويقول لك بلاد الحرمين. الله يعين بلاد الحرمين. طالبت النيابة العامة السعودية بإعدام الداعية عوض القرني لارتكابه، كما قالت، جرائم مزعومة بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر. لاحظ، حساب على تويتر جريمة في السعودية، واستخدام تطبيق واتساب. والله والله اتهامات الضحك، لنشر أخبار وصفتها الرياض بأنها معادية للمملكة. لا أدري ما هي هذه المعلومات المعادية. على كل حال، إلى السودان الآن، البرهان يحذر السياسيين من الحديث في شؤون الجيش. حذر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان السياسيين من الحديث في شؤون الجيش، ودعاهم للعمل على إصلاح أحزابهم كما قال. إلى إسبانيا وبعجالة لذيق الوقت، توقيف طبيب لاشتباه بارتكابه اعتداءات جنسية في حق أطفال مغاربة قاصرين. أوقفت السلطات الإسبانية مسؤولا سابقا للصحة بسبتة، وهو الطبيب خافير جيريرو، إثر الاشتباه بارتكاب اعتداءات جنسية في حق أطفال مغاربة قاصرين لا يرافقهم أولياء أمورهم ويقيمون بمركز استقبال. كان أكثر من 10,000 شخص قد عبروا في مايو 2021 الحدود إلى سبتة المحتلة، ومن بينهم عدد من القاصرين بدون أولياء أمورهم، رغم أن معظم المهاجرين أعيدوا في الأيام التالية، لكن بقي 820 طفل ومراهق بقوا في سبتة تحت حماية السلطات الإسبانية. المفروض المغرب طالب بهم وتعيدهم إلى وطنهم، أطفال هؤلاء والمراهقين، وإلا يتعرضوا هكذا للاغتصاب. فضيحة والله. نختم بنيبال، عشرات القتلى في تحطم طائرة في بوخارة وسط البلاد. أفاد مسؤول في سلطة الطيران المدني في نيبال بأن أكثر من 40 شخص لقوا حتفهم اليوم في تحطم طائرة بمدينة بوخارة وسط البلاد، كان على متنها 72 شخصا. وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني
إن عمليات الإنقاذ استمرت خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الأجواء كانت صافية حين وقوع الحادثة. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل نتحول إلى تونس. احتجاجات ليلية والداخلية تتهم أطرافا لم تسمها بالتحريض على الشغب. بعض المعلقين على صفحات التواصل قالوا بدل الاتهامات والتخوين كل مرة ابحث لك على حل أو اجلس مع النخبة وجدوا جميعا حلا لهذه البلاد المنكوبة. بدل الاتهامات والتخوين، الخونة الخونة، هكذا يقول سيد الانقلاب. والآن الداخلية تتهم الناس بالتحريض على الشغب. قال لك على فكرة بين قوسين، الدعوة إلى التظاهر ليست تهمة وليست تحريض على الشغب، ومن حق كل حزب يدعو أنصاره للتظاهر، هذا في كل دول العالم. أنا لا أدري لماذا الداخلية تتهم أطراف بالتحريض على الشغب. قال لك على كل حال سنعود إلى هذا الموضوع المثير بعد الفاصل.